تتعرض المملكة لمنخفض قطبي جوي بدأ بالتأثير على الأجواء الأردنية منذ مساء أمس، مصاحباً لكمية كبيرة من الأمطار المصحوبة بزخات البرد، إضافة إلى تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 800 متر، إضافة إلى هبوب رياح عاصفة تصل سرعتها إلى أكثر من 120 كيلومترا في الساعة الواحدة. أعلن رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبد الحليم الكيلاني ظهر اليوم درجة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة من خلال 60 فريق عمل ميداني مقسمين بآلياتهم على أبرز مسارات العاصمة عمان. وتعاملت فرق الأمانة منذ بدء المنخفض الجوي وفق درجة الطوارئ الخفيفة التي رفعت إلى متوسطة ظهر اليوم وستصل إلى القصوى في حال تساقط الثلوج وتراكمها. أزالت فرق أمانة عمان خلال اليومين الماضيين نحو 2000 يافطة انتخابية من شوارع العاصمة شكلت خطراً على سلامة المشاة والمرور نتيجة تأثرها بالظروف الجوية السائدة من تساقط كثيف للأمطار وسرعة الرياح المتزايدة. وناشدت الأمانة القائمين على الحملات الدعائية للمرشحين الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والتي منعت تعليق اليافطات على الإشارات التحذيرية والمرورية. ونتيجة للأحوال الجوية السائدة انهار سقف أحد المجمعات التجارية في جبل الحسين بالعاصمة وهرعت كوادر الدفاع المدني والإنقاذ إلى موقع الحادث الذي تسبب بخسائر مادية فقط.